وبالمناسبه رباعيه صلاح في مرمى جيبوتي رفعت رصيده من الاهداف ل 15 هدف في مشوار تصفيات كاس العالم، ويعتبر كده الهداف التاريخي المصري في تصفيات كاس العالم، وبيفصله اربع اهداف عن صداره هدافي تصفيات كاس العالم على مستوى قاره افريقيا. الرقم القياسي عندنا اسلام سليماني طبعا نجم منتخب الجزائر، سجل هدف قدام الصومال وبالتالي رفع رصيده من الاهداف ل 18 هدف في التصفيات. تساوى بالرقم ده مع طبعا الهداف التاريخي لكوت ديفوار، طبعا نجم طبعا تشيلسي ونجم كوت ديفوار ديدييه دروجبا اللي عنده في رصيده 18 هدف. كده بيفصل صلاح عن صداره الترتيب على مستوى القاره مش على مستوى مصر اربع اهداف. لو سجل اربع اهداف في التصفيات دي يصل لصداره هدافي افريقيا على مستوى تصفيات كاس العالم اذا لم يسجل طبعا اسلام سليماني هدف جديد. فبالتالي واحد من الارقام المهمه اللي اتحققها محمد صلاح، نجم تكسير الارقام القياسيه الحقيقه، ونتمنى له التوفيق. ظهر بفورمه عاليه جدا بالمناسبه في دور مهم جدا. خدوا بالكم النسخه اللي موجوده من اللعيبه حاليا في المنتخب ما هياش لعيبه كبير، ما هياش لعيبه يعني كبيره في المنتخب، يعني اقصد اقول طبعا كلهم لعيبه كبيره من ناحيه الامكانيات وكلهم قدوا مباراه هايله بصراحه، وكلهم في مراكزهم تقدر تراهن عليهم باذن الله في مشوار التصفيات، وراهن كمان في امم افريقيا. لكن اقصد اقول ما بقاش في لعيبه قديمه كتير في المنتخب، يعني في غياب حجازي وفي غياب الونش بشوف انه تقريبا اللي موجود من الحرس القديم ممكن تقول محمد شناوي، ممكن تقول محمد النني، ممكن تقول محمد صلاح، دول كباتن المنتخب الكبار اللي بشوف على فكره انه ليهم دور كبير جدا 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 في اوضه اللبس، وبشوف ان ليهم دور مؤثر جدا في نزع فتيل الازمات قبل حدوثها. انا يعني طبعا عندي كلام كتير جدا نفسي اقوله، بس شايف انه التوقيت مش مناسب. نعدي مرحله سيراليون ونشوف تعليق المسؤولين عن المنتخب سواء جهاز فني او سواء مجلس اداره اتحاد كوره، ونشوف نتيجه التحقيقات في النادي الاهلي، وبعدها يكون لنا كلام تاني. خلينا بس نطمن ان شاء الله على منتخبنا بكره.